رغم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، نجح مئات نشطاء المقاومة الشعبية في بناء قرية بوابة القدس للمرة الخامسة بعد هدمها 4 مرات متتالية من قبل جنود العدو الصهيوني. وسنظل نعيد بناءها حتى لو ظلوا يهدموها، لن نتوقف أبدا. وهذه المقاومة الشعبية هي تصعيد لما قمنا به في عين حجلة وباب الشمس وأحفاد يونس والمناطير، وتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يتنازل عنها أبدا. وأقيمت القرية على أراض صدرتها حكومة العدو ضمن مخطط لتهجير 46 تجمعا بدويا شرق القدس المحتلة واستبدالها بالمستوطنات. يتزامن ذلك مع أمر عسكري صهيوني يقسم الضفة المحتلة إلى قسمين منفصلين ويشتر شمالها عن جنوبها، والمتمثل بمصادرة آلاف الدنومات من منطقة أبو ديس وصولا للبحر الميت وانتهاء بشرقي محافظة الخليل ومنع أي تواجد فلسطيني فيها. سيتم فصل الضفة الغربية جنوبها عن شمالها. من شأن إغلاق هذه المنطقة إغلاق كل شرق القدس، بمعنى أن كل إمكانية التوسع في منطقة القدس باتجاه الشرق تغلق كليا أمام الفلسطينيين، وتصبح القدس محاصرة تماما بالمستوطنات من كل الاتجاهات. ويعاني البدو الفلسطينيون في المناطق المصادرة من نكبة جديدة. عطل مزارع تلقى أوامر عسكرية بهدم 45 منزلا وهو مجموع منازل عشيرته في جبل البابا قضاء المدينة المقدسة. معرضين لعملية الهدم في أي لحظة. خلال سنة 2014 إسرائيل هدمت عندنا 15 بيت، وفي الأيام الجاية ممكن تهدم بقية البيوت الموجودة. البيت اللي إحنا موجودين قاعدين فيه حاليا في قرار هدم، أحد البيوت اللي فيها قرارات هدم، يمكن في 22/12/2014 إجوا هدموا بيت أخوي. وتأتي مصادرة أراضي الفلسطينيين وطرد سكانها بالتزامن مع إعلان صحافة العدو نية حكومتهم توسيع 4 مستوطنات جديدة داخل الضفة. سرطان الاستيطان ومصادرة الأراضي انتشر في جسد الضفة الغربية المحتلة وحولها إلى كانتونات معزولة عن العالم في محاولة صهيونية للقضاء على أي أمل مستقبلي بقيام دولة فلسطينية ولرفع عدد المستوطنين الصهاينة إلى 1,000,000 مستوطن بحلول عام 2020 داخل الضفة المحتلة. من الأراضي المصادرة شرقي القدس المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد.